هذا وبحضور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وتتضمن تلك المذكرات أولا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، وقعها من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بينما وقعها من الجانب التركي معالي السيد تشاغاتاي كيليتش وزير الرياضة والشباب. ثانيا اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب التركي معالي السيد بكير بوزداغ وزير العدل. ثالثا بروتوكول تعديل استكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين بشأن الخدمات الجوية التي وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووقعها من الجانب التركي معالي السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والملاحة البحرية. رابعا البرنامج التنفيذي بين الحكومتين للتعاون في مجال الثقافة، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، فيما وقعه من الجانب التركي معالي السيد نابي اف جي وزير التربية والتعليم. خامسا بروتوكول تعاون بين جامعة البحرين ومعهد يونس إميري التركي، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي وزير الخارجية، بينما وقعه من الجانب التركي البروفيسور دكتور شريف اتش رئيس معهد يونس إميري التركي. وقد بارك حضرة صاحب الجلالة وفخامة الرئيس التركي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الوثيق في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.